ماشي بالسهل تلعب فريق وداد بيضاوي وتسجل اهداف كثيره. كنشكر اللاعبين اللي صراحه كيعاونوني في هذا الشيء، وصراحه حنا جروب في فريق وداد بيضاوي، كل شيء كيخدم كل شيء كيماركي. وكنشكر اللاعبين على المباراه اللي قدموا اليوم اللي كانت رجوليه، والحمد لله فرحنا الجماهير الوداديه اللي شفتي جاوا في التيران بزاف، والحمد لله هما صيفطناهم لديورهم منازل ديالهم فرحانين. هذا هو المهم عندنا. هذا خطا يعني، كون ما سجلتش انا كان غيسجل او حداد او بابا طوندي او ناجم، يعني اللي عندنا اللي زاتاكو في المستوى يعني هو كيقول اللي بغى، والحمد لله احنا المهم عندنا هو انتصرنا عليه.